قالت يا ويلتى أألد يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوان الكرام، على هامش مسابقة العراق الدولية للقرآن الكريم التقينا بصاحب أجمل صوت وأجمل أداء على الطريقة المصرية، الطفل كرار البرزنتي. كرار، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا كرار؟ الحمد لله. كرار، كم عمرك؟ عمر 10 سنوات. ترفع صوتك شوي. عمري 10 سنوات. 10 سنوات، ما شاء الله. كرار، سمعناك تقرأ وتقلد الشيخ مصطفى إسماعيل. إن شاء الله. تقدر تقلدنا الشيخ مصطفى إسماعيل؟ إن شاء الله أحقق. طيب، أنا راح أسمع منك التلاوة وبعدين عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. إن شاء الله. طيب، من أين تقرأ؟ سورة الأحقاف. طيب، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. سلام. إن شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حتى بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. سلام. إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. طيب، اللهم فاسك، ما شاء الله عليك. طيب، نواصل الحوار مع كرار. كرار، مو يعني رغم أن سنك مبكرة وسنك صغيرة، بدأت بتقليد واحد من أصعب وأفخم القراء اللي هو الشيخ مصطفى إسماعيل.
نعم. كيف بدأت باختيار بتقليد الشيخ مصطفى إسماعيل؟ والله بالبداية كنت أقرأ المشاوي، لكن قال المشاوي إيه، لكن بعدين قالوا لي بأنه المتابعين. طيب متى بدأت تقلد المشاوي، في أي عمر؟ كان عمري 8 سنوات، لكن بعدها قالوا لي بأنه طبقتك تشبه مصطفى إسماعيل، يعني القالب مثل مصطفى إسماعيل. طيب إحنا ما لنا علاقة بهم. إيه نعم. خلينا نسمع المشاوي، يمكن المشاوي عندك جميل. والله طيب يلا أعطينا ولو آية آيتين بعدين نقرر هل اختيارك للشيخ مصطفى إسماعيل ترك المشاوي كان صحيح أم لا، أو نترك الحكم للجمهور. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد وأنت حين بهذا البلد. يا سلام جميل. لماذا تركت الشيخ مشاوي؟ ممتاز. طيب لما بدأت تسمع للشيخ مصطفى إسماعيل، هل هناك شور معينة يعني استوقفتك؟ يعني شور معينة حاولت تقلدها؟ والله لكن يعني أنا يعني ما أحب أقلد، لكن يعني أنا قلبي مثل مصطفى إسماعيل. إذن يقول كلام خطير، أنه هو لا يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، لكن هي طريقته قريبة من طريق الشيخ مصطفى إسماعيل. يعني سمعت لتلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل؟ قليل، لكن يعني لا أسمع كثير. لا أسمع كثيرا. لا أسمع. طيب من تسمع من القراء يا كرار؟ محمد عمران مصطفى إسماعيل. محمد عمران، يا سلام. محمد عمران كبار القراء، يعني كثير من القراء المعاصرين حتى ما سمعوا بمحمد محمد عمران، واحد من كبار القراء. ما شاء الله عليك. طيب كرار، حفظك لكتاب الله عز وجل، بدأت تحفظ القرآن؟ يعني في أي سن؟ نعم كان في السن الثامنة. ومتى تنتهي إن شاء الله؟ إن شاء الله سنتهي، لكن لا أعلم. لا لازم الله. تضع لك خطة، لأن هذا الصوت الجميل والأداء المميز يجب أن يكون معه حفظ للقرآن الكريم. طيب أرجع إلى مصطفى، الشيخ مصطفى إسماعيل، هل هناك مقطع معين يستهويك للشيخ مصطفى إسماعيل؟ كرره دائما؟ لا، لكن يعني عندي هواي. طيب سمعنا شيء. يا مقطع، أي مقطع أنت تريد يلا. قالت يا ويلتا أألد يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. يا سلام. هذا هو ما يسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، فكيف إذا سمع الشيخ مصطفى إسماعيل؟ وطبعا كرار يقول أنا لا أقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، هذه طريقتي. يا سلام جميل جميل جدا. حاولت تقلد قراء آخرين غير الشيخ مصطفى إسماعيل؟ محمد عمران. طيب نسمع لمحمد عمران. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا سلام. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما شاء الله. إذن واضح 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 أنه كرار عنده قدرة عجيبة على تقليد القراء، وحتى أن يختط لنفسه طريقة خاصة به. أنا أتمنى من كل من يشاهد هذا المقطع ممن يستطيع دعم كرار كما فعلنا نحن معه إعلاميا، ولن نقصر معه علميا، أن يدعمه بأي وسيلة. أولا أن يكمل حفظ القرآن كاملا، لأن هذا هو الأساس. الأمر الثاني أن يتبناه كبار القراء المتواجدون ها هنا في بغداد، حتى تصقل التلاوة تماما ولا يؤخر التسجيل. لا يؤخر التسجيل. تعرفون كثير من القراء لما كانوا صغار أصواتهم جميلة، بعد البلوغ قد تتغير الحنجرة. كرار أنا سعيد جدا بهذه المقابلة. جزاك الله خير. وأسأل الله عز وجل أن يجعلك واحد من مشاهير القراء. وهذا الذي تراه بجنبك الشيخ عبد السميع العالمي، هذا من الصومال.
قصة عجيبة حصلت مع أخو عبد السميع العلمي. أخوه كان بعمرك، وأنا التقيت معه في لقاء تلفزيوني مثل هذا بالضبط قبل قرابة 20 عاما، ونفس هذا اللقاء، وأخوه عبد الباري بدأ يحفظ القرآن وأكمل القرآن، ثم حفظ شاطبية وحفظ الدرة وأجيز بالقراءة 7 والقراءة 10 صغرى والعشر الكبرى، وأخذ البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. قبل قرابة 2 شهر كنا نحكم في مسابقة دولية، كان بجنبي محكما. إن شاء الله يأتي اليوم الذي يكون كرار محكما بجانبنا بإذن الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير إخواني على المتابعة، أدعو لكرار كثيرا. سأل الله عز وجل أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.